لمزيد من المتابعه ايضا ينضم الينا السيد عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفه التيار السودانيه. سيد مرغني بعد التحيه، كيف ينظر السودانيون الى محددات الموقف المصري من هذه الازمه؟ الازمه السياسيه التي افضت في النهايه الى هذه الحرب كشفت كثير من نقاط التواصل الاستراتيجي بين مصر والسودان. ربما الان معظم السودانيين يشعرون أن مصر ليس مجرد جارة نتبادل معها المنافع الاقتصادية فحسب، إنما هناك بعد استراتيجي وضح عندما احتاج الشعب السوداني لمكان أو ملاذ آمن بعد الحرب التي جعلت الكثيرين يخرجون من ديارهم من العاصمة السودانية. فضلوا الاختيار أن يكونوا في كنف مصر باعتبار أنها أكثر أمانا وأكثر قربا وأكثر مزاجا للشعب السوداني واكثر قابليه لان يكون فيها وجود سوداني. كان هناك رهان على اي مكان يمكن ان يذهب اليه السودانيين حتى داخل السودان، الغالبيه اختارت مصر. فاذا هناك نظره مختلفه الان بعد الحرب للعلاقه بين مصر والسودان، فيها درجه من البعد الاستراتيجي وهو الاهم بدلا من النظر للمنافع المباشره الاقتصاديه، ان يكون هناك بعد استراتيجي يحفظ المصالح المتبادلة بين البلدين ويحفظ العلاقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية في شكل أكثر ضمان وأمانة. محددات الموقف المصري كيف تقرأها من هذه الأزمة؟ بداية من ضرورة الحفاظ على القوات المسلحة السودانية، ضرورة الاحتكام إلى طاولة المفاوضات أو الحل السياسي لهذه الأزمة، أيضا فتح المعابر أمام السودانيين القادمين إلى مصر، الحفاظ على هوية وحدود الدولة السودانية. هذه المحددات كيف ينظر إليها السودانيون من قبل الموقف المصري؟ مصر طبعا هي تتأثر وتؤثر على الأوضاع في السودان بصورة كبيرة جدا، يعني هي الدولة الأكثر قربا والأكثر تأثيرا وتأثرا بما يحدث في السودان. عندما يتعرض السودان إلى أي مخاطر، خاصة المخاطر التي يمكن أن تقود إلى تفتيت وحدته، فإن مصر هنا تتأثر بصورة مباشرة باعتبار أن البعد القومي، البعد الأمن القومي المصري يرتبط عضويا بالأمن القومي السوداني. كل ما يتعرض له السودان من مهددات هي بالضرورة مهددات مباشرة لمصر. ربما من هنا انطلقت الدعوة للمؤتمر الذي يعقد غدا باعتبار أن النظر الآن إلى المخاطر والمصالح ليس فقط لمصر ودول الجوار كلها، طبعا مصر هي الأكثر تأثرا لكن دول الجوار أيضا تتأثر بدرجة ما. فأصبح هذا البعد الذي يتعلق ب المخاطر وحدة السودان وتماسك الدولة السودانية والجيش السوداني هو ليس فقط هما سودانيا إنما هما لدول الجوار وبالتحديد مصر، باعتبار أن لا يمكن أن يكون هناك أي احتمال لأن تتعرض الدولة السودانية تؤدي إلى تفكيك تماسكها، لأن ذلك يشيع على لا استقرار في شرق أفريقيا كلها والقرن الأفريقي وفي دول الجوار السوداني، فيجب التعامل معها ببعد أكبر. مصر طبعا بالضرورة لأن لديها ثقل دبلوماسي أكبر على مستوى العالم وتستطيع أن تتحرك بآليات أكثر من أي دولة أخرى في العالم الأفريقي أو حتى العربي، فلذلك وجودها الآن في الساحة الدبلوماسية والبعد الخارجي مهم جدا، ليس كوجود أي دولة أخرى بصورة طبيعية إنما وجود له ميزان مختلف وحساسية مختلفة تماما عن الدول الأخرى باعتبار أن مصر هي الشريك الأول للسودان في كل ما يتعلق بهمومه التي يمكن أن تتأثر بها أو يتأثر بها مصير مستقبل الدولة السودانية. الموقف المصري من هذه الأزمة كان أقرب للحيادية منذ اللحظة الأولى وبعيدا عن أي انحياز لأي طرف، كيف أثر هذه الحيادية على الثقة المصرية أو الثقة السودانية في الطرف المصري في الوسيط المصري لجمع كل أطراف السودانية وأيضا لدول الجوار للاجتماع في القاهرة، ومن ثم ربما يتم البناء على مخرجات هذه القمة في الغد إلى طريق واضح للمصالحة السودانية والحل السياسي لما يحدث في السودان؟ يجب أن نضع في الاعتبار يعني تاريخيا ليس الآن فقط وليس في العهد السابق فقط الثلاثين سنة السابقة وليس حتى في العهد الذي قبله، دائما عندما تكون هناك بعض الخلافات السياسية داخل السودان الجميع حكومة ومعارضة يلجأ إلى مصر. حدث ذلك حتى في السابق في الخمسينات عندما كانت هناك
بعض التوترات السياسية داخل السودان بعد عامين فقط من استقلال السودان، اختارت الحكومة والمعارضة أن تلجأ إلى مصر. فإذا مصر هي الملاذ الآمن لكل الأطراف السودانية، ليس هناك طرف محبس ضد طرف آخر أو أنها يعني تحاول أن تدعم طرف ضد طرف، هي دائما تحتضن كل الأطراف. وأنا أتوقع الآن من هذه الزاوية بالتحديد أن يكون لها تأثير كبير جدا على مجمل المشهد السوداني بعد الحرب الآن من زاويتين، الزاوية الخارجية التي تتعلق بدول الجوار والمجتمع الدولي. طبعا دول الجوار ليس مقصود بها فقط دول الجوار، هي من خلال دول الجوار هناك مخاطبة لهموم واهتمامات المجتمع الدولي كله، وأيضا أن يكون هناك جمع للفسيفساء السودانية بمختلف توجهات السياسية، وأنا أتوقع ذلك سيكون في الأيام القليلة القادمة، وهذا سيساعد على الوحدة السودانية ووحدة الوطنية السودانية التي تقوي الجبهة الداخلية، وهي خطوة مهمة جدا للوصول إلى إنهاء هذه الحرب. لابد أن يكون هناك جبهة داخلية سودانية قوية متماسكة تنظر لمستقبل السودان بعيدا عن التحزب وبعيدا عن التشرذم. السيد عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية والكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.